مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة. الأحوال الجوية المتوقعة خلال هذا الأسبوع وخلال اليومين القادمين: طقس مستقر ولا موجات حارة، أيضا الطقس حار نسبي بوجه عام، درجات الحرارة أعلى من المعدل بقليل، وهناك نشاط للرياح عصرا قد تكون أو قد تثير الغبار والأتربة خاصة في المناطق الصحراوية، والطقس أثناء الليل معتدل ليلا. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع مشاهدينا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة: هذه الليلة درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل، والصغرى المتوقعة بحدود 24 درجة مئوية، أعلى من المعدل بحوالي 3 إلى 4 درجات مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة: يوم الأحد أجواء ما بين صيفية عادية إلى حارة نسبيا، و الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 32 إلى 33، والصغرى بحدود 24. الاثنين والثلاثاء أيضا أجواء حارة نسبيا، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 33 إلى 34، والصغرى ما بين 23 إلى 24 درجة مئوية. إذن أجواء حارة نسبيا تقريبا في النهار ومعتدلة ليلا، مع نشاط للرياح في فترة ما بعد الظهر والعصر والمساء. وبالتالي فإن الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى في المناطق الشمالية: إربد 36، العظمى والصغرى 24، عجلون 33-23، جرش 36-24، المفرق أجواء مغبرة و 36-23 درجة مئوية. المنطقة الوسطى: البلقاء 34-25، مأدبة 33-24، عمان 32-24، والبحر الميت أجواء حارة 43-21، والزرقاء أجواء مغبرة وحارة نسبيا إلى حارة 37-25 درجة مئوية. والمنطقة الجنوبية: الكرك 33-23، الطفيل 33-23، الشراه 31-22، إمعان 34-24، والعقبة أجواء حارة 45-29 درجة مئوية. أما المنطقة الشرقية أجواء مغبرة وحارة، الأزرق 40-25، الصفاوي 40-25، وأرويشد 39-25 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع